اليوم وفي هذه الأثناء كتنطلق القافلة ديال المجتمع المدني والمنتخبين والمنتخبات من أجل تعبئة مكثفة والمشاركة في إنجاح مؤتمر المناخ المتوسطي في نسخته الثانية التي ستحتضنه مدينة طنجة أيام 18 و19 يوليوز القادم. هذه القافلة ستنطلق من مقر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وستجوب جميع أقاليم الجهة من أجل تعبئة سواء المجتمع المدني أو المنتخبين والمنتخبات. وهذه القافلة كتأتي في إطار أو تفعيلا للتوصيات التي انبثقت سواء عن لقاء الإخبار والتواصل اللي انضمته لجنة القيادة مع المجتمع المدني وأيضا من التوصيات اللي انبثقت أيضا عن اللقاء التواصلي مع المنتخبين والمنتخبات واللي انتهى بتوقيع ميثاق معنوي بين رؤساء الجماعات الترابية للجهة من أجل إدراج البعد المناخي داخل المخططات والبرامج التنموية للجماعات الترابية للجهة. إذن اليوم كتنطلق هذه القافلة وغادي يكون المحطة الأولى ديالها بإقليم طنجة بإقليم تطوان مرورا بالجماعات القروية للقصر الصغير مدينة جماعة الحضرية والقروية القصر الصغير الفنيدق المضيق مرتيل وستنتهي الرحال بها في مدينة تطوان. إذا نتمنى أن هذه القافلة يعني توصل الأهداف ديالها وأن التعبئة تكون مكثفة لإبلاغ يعني صوت يعني المواطنات والمواطنين ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة من أجل المشاركة في هذا المؤتمر المتوسطي المناخ، لأن في نهاية المطاف هذا المؤتمر ليس مؤتمر طنجة فقط ولا جهة طنجة تطوان فقط وإنما هو مؤتمر المغرب ونجاحه يعني نجاح المغرب.